السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته مرحبا بكم مره اخرى في قناتكم كوتشوان صروبان لتعلم الحساب الديني فيديو اليوم ان شاء الله سيكون تتمه لدروس القسمه باستعمال المعداد صروبان قبل ان ابدا في حصه اليوم رجاء من لديه اي تساؤل بخصوص الحصص السابقه في القسمه من لديه اي غموض ولم يفهم الدروس او الحصص بشكل جيد اتركوا لي تعليقاتكم أسفل هذا الفيديو لأخذها بعين الاعتبار في الحصص القادمة إن شاء الله أترككم مع تتمة الحصة نبدأ على بركة الله مع المثال الأول العدد خمسمائة وواحد وستون مقسومة على ثلاثة كيف أمثل المقسوم والمقسوم عليه والخارج في المعداد سنمثل المقسوم في أقصى يسار المعداد هنا أمثل خمسمائة وواحد وستون أترك عمود واحد فارغ وأمثل المقسوم عليه يعني لدي هنا خمسمائة وواحد وستون مقسومة على ثلاثة قبل أن أشرع في حل العملية يجب أن يعني أن أدرك أو أجد أولا عدد الأعمدة التي سنمثل عليها النتيجة كما ذكرنا في الفيديوهات السابقة نقارن عدد مئات المقسوم على عدد وحدات المقسوم عليه يعني لدي هنا عدد مئات المقسوم هو العدد خمسة والمقسوم عليه هو العدد ثلاثة هنا المقسوم أكبر من المقسوم عليه يعني العدد خمسة أكبر من ثلاثة وهنا لدينا العدد يتكون من ثلاثة أعداد يعني سنمثل العدد في حدود المئات يعني سنبدأ في تمثيل الخارج ابتداء من العمود الثالث وهو عمود المئات يعني هذا معداد عادي العمود الأول يمثل الوحدات العمود الثاني العشرات العمود الثالث المئات بيان نقوم الآن بقسمة العدد خمسة مقسومة على تلاتة يعني فيها واحد أين سأمثل عدد واحد سأمثله في عمود المئات واحد جداء واحد في تلاتة تساوي تلاتة الآن من هاد خمسة الموجودة هنا يجب أن أطرح العدد ثلاثة. إذا طرحنا هنا سنطبق القاعدة العكسية في المساعد الصغير لطرح العدد ثلاثة. ماذا نقوم نقوم بإضافة العدد اثنان ونطرح العدد خمسة سي يعني هنا الباقي لدينا مي... الباقي من ست خمسة مئة وواحد وسبعون هي مئتان وواحد وستون الآن سنقوم بقسمة العدد ستة وعشرون مقسوم على ثلاثة يعني ستة عدد العشرات واثنان الباقية من العدد خمسة ستة وعشرون مقسوم على العدد ثلاثة يعني نبحث عن عدد نضربه في العدد ثلاثة يكون يساوي أو أصغر من ستة وعشرون العدد هو كم فكروا قليلا يعني هنا جدول الضرب يجب أن تكونوا حافظين لجدول الضرب بشكل جيد يعني العدد هو ثمانية تقريبي جداء ثمانية في ثلاثة هي أربعة وعشرون وهنا لدي ستة وعشرون، يعني يجب أن أطرح العدد أربعة وعشرون من ستة وعشرون، أطرح عشرون هنا، هنا يجب أن أطرح العدد أربعة من ستة، ماذا نجد أن الخرزات غير كافية، هنا نطبق الطرح العكسي، رأينا سابقا لطرح العدد أربعة من خمسة ماذا نفعل قاعدة العكسية للمساعد الصغير نضيف واحد ونطرح خمسة ونحصل على أن الباقي واحد وعشرون الآن واحد وعشرون مقسوم على ثلاثة يعني نبحث عن عدد نضربه في العدد سبعة أو في العدد ثلاثة عفوا يكون يساوي أو أصغر من واحد وعشرون وهنا لدينا في جدول الضرب سبعة في ثلاثة تساوي واحد وعشرون، يعني سأمثل هنا سبعة وأطرح واحد وعشرون، وبهذا أكون يعني ونطرح المقسوم عليه، وبالتالي نحصل على نتيجة العملية خمسمائة وواحد وستون مقسوم على ثلاثة هي هي مئة وسبعة وثمانون أتمنى أن يكون الشرح واضح نأخذ الآن مثال ثاني حيث سنشتغل فقط على عمودين يعني عدد الأرقام المقسوم ثلاثة ولكن سنشتغل على عمودين فقط تابعوا الفيديو للآخر لفهم يعني حصة اليوم إن شاء الله المثال الثاني لدينا العدد مئتان وتسعة عشر مقسومة على ثلاثة في البداية سأمثل المقسوم في يعني الأقصى اليسار هنا على المعداد، أمثل العدد مئتان وتسعة عشر، أترك عمود واحد فارغ وأمثل العدد ثلاثة، يعني المقسوم عليه. لدينا هنا مئتان وتسعة عشر مقسومة على ثلاثة، قبل أن نبدأ في حل العملية. يجب دائما ان نفكر في عدد الاعمده التي سنمثل عليه الخارج او النتيجه ماذا نقوم نقوم بمقارنه عدد مئات المقسوم على عدد المقسوم عليه لدينا هنا عدد مئات المقسوم هو اثنان والمقسوم عليه يعني هنا نتحدث عن أمثلة المقسوم عليه يكون عدد واحد فقط مستقبلا إن شاء الله سأنزل لكم تطبيقات كيف نقسم على العشرات والمئات وهكذا يعني دائما سنخطو خطوة بخطوة سيبيا لدي هنا العدد اثنان أصغر من العدد ثلاثة يعني لا يمكننا أن نختار فقط رقم واحد اثنان مقسوم على ثلاثة لا يمكن يعني سنختار رقمين عدد المئات وعدد العشرات يعني سنختار هنا واحد وعشرون مقسوم على ثلاثة بما أننا هنا لم نختار عدد المئات يعني سنمثل النتيجة في كم من عمود فكروا قليلا سيبيا سنمثل النتيجة في عمود العشرات في العمود الثاني لأن عدد آه عدد رقم المئات هنا أصغر من المقسوم عليه يعني هنا سنقوم بواحد وعشرون مقسومة على ثلاثة نبحث عن عدد نضربه في العدد ثلاثة يكون يساوي أو أصغر من واحد وعشرون جدول ضرب ثلاثة في سبعة تساوي واحد وعشرون يعني واحد وعشرون مقسوم على ثلاثة تساوي سبعة أين سنمثل العدد سبعة سيبيان يعني سنمثله في عمود العشرات سبعة في ثلاثة تساوي واحد وعشرون سنأتي هنا إلى عدد المقسوم وسنطرح واحد وعشرون بهذا الشكل الآن تبقى لي العدد تسعة سنقوم بقسمة العدد تسعة مقسوم على ثلاثة يعني واضح جداء ثلاثة في ثلاثة تساوي تسعة يعني تسعة مقسوم على ثلاثة تساوي ثلاثة أمثل ثلاثة في عمود الوحدات وأطرح العدد تسعون أو عفوا تسعة يعني مئتان يعني هنا مئتان وتسعة عشر مقسومة على ثلاثة تساوي ثلاثة وسبعون الباقي صفر أطرح هنا المقسوم عليه وتبقى لي النتيجة ثلاثة وسبعون، أتمنى أن يكون الشرح واضح، نأخذ مثال آخر، وفي نهاية الفيديو إن شاء الله، سأترك لكم تطبيقات أكثر للحصة، أتمنى أن تنجزوها وتتركوا لي إجاباتكم في التعليقات. المثال الثالث لدي العدد مئة وإثنان وستون، مئة وإثنان وستون، مقسوم على ثلاثة يعني نمثل العدد بهذا الشكل في أقصى اليسار على المعداد أمثل 162 أترك عمود واحد فارغ وأمثل المقسوم عليه ثلاثة قبل دائما قبل أن أبدأ في حل العملية نقوم بمقارنة عدد المئات هنا بالعدد المقسوم عليه لدينا هنا عدد مئات المقسوم هو واحد والعدد المقسوم عليه هو ثلاثة واحد أصغر من ثلاثة يعني مباشرة سنختار رقمين لأنه لا يمكننا قسمة العدد واحد على ثلاثة سيبيا نأخذ هنا العدد ستة عشر مقسومة على ثلاثة بما أننا هنا أخذنا عددين يعني الناتج أو الخارج سنمثله ابتداء من العمود الثاني في المعداد يعني في عمود العشرات مفهوم؟ سيبيا الآن ستة عشر مقسومة على ثلاثة يعني نبحث عن عدد نضربه في العدد ثلاثة يكون يساوي أو أصغر قليلا من العدد ستة عشر فكروا قليلا كم سنجد ستة عشر مقسومة على ثلاثة جيد خمسة جداء خمسة في ثلاثة تساوي خمسة عشر مزيان أين ماذا سأفعل بالعدد خمسة عشر يجب أن أطرحه من المقسوم أطرح هنا خمسة عشر، والباقي اثنا عشر، نقوم بقسمة الآن العدد اثنا عشر مقسومة على ثلاثة، فكروا قليلا، يعني نبحث عن عدد نضربه في العدد ثلاثة يكون يساوي أو أصغر من اثنا عشر، يعني نعرف أن جداء ثلاثة في أربعة هي اثنا عشر، يعني اثنا عشر مقسومة على ثلاثة هي أربعة. أربعة في ثلاثة اثنا عشر، أطرح هنا اثنا عشر، يعني مئة واثنان وستون مقسومة على ثلاثة تساوي أربعة وخمسون، والباقي صفر، مزيان؟ أتمنى أن يكون الشرح واضح، ما لديه أي تساؤل في دروس القسمة، رجاءً اتركوا لي تعليقاتكم أسفل الفيديو لآخذها بعين الاعتبار في الفيديوهات القادمة، أترككم الآن مع تطبيقات حصة اليوم ولا تنسوا أن تتركوا لي إجاباتكم في التعليقات، تطبيقات حصة اليوم ستجدون العمليات مكتوبة على الشاشة، أتمنى أن تنجزوها بإستعمال المعداد وأتركوا لي إجاباتكم في التعليقات. بالتوفيق للجميع، لا تنسوا وضع لايك للفيديو إذا أعجبكم محتوى القناة ومشاركته مع أصدقائكم لتعم الفائدة، وبهذا قد أكون قد أنهيت حصة اليوم، موعدنا إن شاء الله في الحصص القادمة إن شاء الله، بالتوفيق للجميع والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.